متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من قلب مدينة بن سليمان في أكبر حملة للتعقيم. كما تشاهدون حضور السيد عامل إقليم بن سليمان والسيد رئيس المجلس الجماعي. كما كتشاهدوا معنا حضور السيد عامل إقليم بن سليمان والسيد رئيس المجلس البلدي وعدة شخصيات بارزة وفنانين منهم رشيد الوالي، سعيد مسكير والكثير. كما كتشاهدوا معنا بسليمان كتطلق اكبر حمله في الجهه، اكبر حمله للتعقيم بحضور السيد عامل الاقليم بن سليمان والسيد رئيس المجلس البلدي والسيد مدير مجموعه اوزون، بالنسبه للسيد ديوان العام وكل وعده فنانين بارزين منهم رشيد الوالي، سعيد مسكير والكثير. كما كتابعونا مباشره من مدينه بن سليمان، لتذكير متابعينا انتم معنا في بث مباشر من مدينه بن سليمان في اطار اجراءات احترازيه تنظمها جماعه بن سليمان وعماله بن سليمان بشراكه مع شركه النظافه بن سليمان. حمله اكبر حمله للتعقيم في الاقليم. كيف ما كتشاهدوا معنا متابعي قناه شوف تي في لما يلتحق بنا جديدا، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من قلب مدينه بن سليمان في اكبر عمليه تعقيم بحضور فنانين بارزين والسيد عامل اقليم بن سليمان.
لتذكير متابعينا، نحن الان في بث مباشر من مدينه بن سليمان في اكبر عمليه تعقيم بحضور السيد عامر الاقليم بن سليمان وعده شخصيات بارزه. كما كتشاهدوا معنا مباشرة من مدينة بن سليمان بحضور عدة شخصيات وطنية بارزة، معنا كذلك السي رشيد الوالي مباشرة معكم على شوف تي في. عطيني شي كلمة شوف تي في سي رشيد، قناة شوف تي في. كنقول انه حنا بن سليمان اليوم من اجل حملة ديال التوعية من دو جديد للخطورة ديال كوفيد، لانه الناس بدات كتنزل من الحذر اللي كان شحال هادي، وخداو الامر على انهم ما غيتصابوش ما والو، الشيء اللي ولينا كيخلعنا الارقام اللي ولات اليوم. لذلك الحمله ديال التوعيه وفي نفس الوقت النظافه في المدينه كانت ضروريه. شكرا. شكرا لك سيد رشيد الوالي، كنت معنا مباشره من مع السيد رشيد الوالي. معنا كذلك الفنان المقتدر المحبوب الذي يعرفه الجميع سعيد موسكي. سي سعيد، متابع قناه شوف تيفي بغا منك شي كلمه. هو اخويا شوف، اللي مهم عندي انايا هو الانسان، راه المرض باقي كاين، باقي موجود، نديروا الكمامه ونحافظوا على راسنا واحد شويه ونحافظوا على الناس الاقرباء ديالنا، لان المرض راه باقي كاين، وان شاء الله راه القريب الفرج. هادشي اللي غادي نقدر نقول لكم، الفرج راه قريب ان شاء الله. ان شاء الله سي سعيد، بارك الله فيك. لايف 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 صافي. كما كتشوف معنا سعيد موسكي، الحضور ديالو كان وازن اليوم. سعيد انا نهار غلاد انا. سعيد قبول سعيد الحبيب. شي سؤال؟ شي كلمة أنت باش مصيبة حاضر معهم اليوم كمواطن؟ أنا كمواطن جاي من مدينة أزرو، ولقيت هذه الحملة ديال السيد العامل توعوية باش الناس يديروا يستعملوا الوقاية ويديروا التباعد، يستعملوا الكمامة، وهذا الشيء راه في الصالح ديالنا. هاد الناس هادو راه تيضربوا تمارة من أجلنا حنا، خص الإنسان يكون واعي بهاد الشيء هذا. والله يهدي دوك الناس اللي تيقولوا هاد الشيء هذا غير كذوب، هاد الشيء راه ماشي كذوب، العالم كامل واقع في هاد الشيء. أنا راه باقي ضايق، لحقاش البشر تبقى يقول لك كذوب ما بغاش تفهم ليا. يعني الإنجليز غالطة وألمانيا غالطة وميريكان غالطة، غير هاد المسامر ديالنا هما اللي فايقين زعما. واسمح ليا وشكرا. الله يهديهم. كما تبعتوا معنا مشاهدي قناة شوف تي في، مازال عدة فنيين بارزة، عدة فنانين بارزين، منهم سي عزيز بودربالة كذلك حاضر معنا على المباشر والكثير. ناخذ شي كلمة لشي عزيز بودربالة، عطيني شي كلمة للجمهور ديالو. سي عزيز، عطيني شي كلمة للمتبعين ديالك ديال شوف تي في. على كل حال، حنا يعني كنقوموا بحمله تحسيسيه بتفعيل طبيعه الحال خطاب صاحب الجلاله وبتوصيات ديال صاحب الجلاله والخطاب الاخير. كنعرفوا بانه العالم وبلدنا الحبيب كيعيش ظروف صعبه بسبب كوفيد 19 كوفيد 19، ولاحظنا بانه كاين واحد النوع من التهاون والتراخي ديالنا حنا كمواطنين مغاربه. ما بقيناش كناخذ الاحتياطات يعني اللي ما نقولش فرضها عندنا الدوله، ولكن اللي كتنصحنا بها السلطات ديال بلادنا. كيظهر لي حان الاوان باش نتعاونوا جميع ونحسوا الناس بانه ضروري من الكمامه وضروري من 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 الانسان يبقى بعيد على 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 الناس، على اساس نحميو كيف قلت وليداتنا ونحميو الاهالي ديالنا ونحميو خاصه الوطن ديالنا ونحميو مدينه بحال هذه المدينه ديال بن سليمان اللي ما كانش فيها اي حاله. اليوم كصحه سكين بعض الحالات كتبان، وكنشوفوا حتى يعني واحد العدد ديال الناس ما كيديروش يعني الاحتياطات، ما كيديروش الكمامات. ففوالا حنا كنحاولوا ما امكن نحسوا الناس بانه حنا كنا كنعيشوا في بلد واحد، وكنا الخطر كيداهمنا كلنا لوليداتنا والعائلات ديالنا. نحاولوا ما امكن ناخذوا الاحتياطات. شكرا لك. كيف ما شاهدتوا معنا متابعي قناة شوف تيفي، كنتم معنا على المباشر من مدينة بن سليمان، ولا زلنا مواصلين لحد الساعة.
كيف ما كتشاهدوا معنا متابعي قناه ديال التذكير، فعمله بن سليمان كتنظم اكبر حمله للتعقيم بحضور عده شخصيات وازنه وفنانين، منهم عايز بودربالة، سعيد موسكير، سي رشيد الوالي، والكثير والكثير. كما كتشوفوا معنا سي سعيد المذكر كيفرق الكمين بالمجان. لتذكير متابعينا، نحن الان في بث مباشر من قلب مدينه بن سليمان في اكبر عمليه للتعقيم بحضور عده شخصيات وازنه، كذلك عده فنانين رياضيين وفنانين بكل اجناس ديالهم. معنا السي رشيد الوالي، كذلك معنا السي سعيد مسكير، كذلك معنا السي عز بودربالة الفنان الرياضي ديالنا، والكثير كثير من الشخصيات. بقاو معنا متابعينا. لتذكير متابعي قناة شوف تيفي، أنتم معنا في بث مباشر من مدينة بن سليمان في أكبر عملية للتعقيم، في أكبر عملية للتعقيم بحضور عدة فنانين بارزين على مستوى الساحة الوطنية، رشيد الوالي، سعيد مسكير، عز بودربالة والكثير. بقاو معنا. السيد عامل بن سليمان يشرف على العملية. كنذكركم متابعي قناة شوف تيفي، انتم معنا في بث مباشر من قلب مدينة بن سليمان في أكبر عملية للتعقيم بحضور السيد العامل وعدة شخصيات وفنانين بارزين على الساحة الوطنية، منهم السي رشيد الوالي، سعيد مسكير، عايز بودربالة والكثير.
دابا كيف ما كتابعوا معنا متشبعي قناة شوف تيفي، في هذا البث المباشر من قلب مدينة بن سليمان تحت إشراف عاملة بن سليمان، كتنظموا أكبر حملة للتعقيم. غيعطيو انطلاقه دابا سيد العامل، هو اللي غيشرف على الانطلاقه شخصيا كما كتشوفوا معنا على المباشر. تعطات الانطلاقة، هاي تعطات الانطلاقة مباشرة، جرافة قد انطلق. صونيت لك باش تعرف لتذكير متابعي قناة شو تيفي، انتم معنا في بث مباشر من قلب مدينة بن سليمان في اكبر حملة للتعقيم تحت اشراف عاملة بن سليمان، بحضور عدة فنانين بارزين على الساحة الوطنية منهم سي رشيد الوالي، سي سعيد موسكير، سي عزيز بودربالة، والكثير والكثير والكثير. كما كنذكركم انها تعطات انطلاقة ديال الحملة، تعطات الانطلاقة حاليا ديال الحملة ديال التعقيم. كما كتشاهدوا معنا كل الآليات توجهوا الآن مباشرة للتعقيم. هانتوما كيف ما كتشاهدوا معنا على المباشر، السيد عامل كيشرف على العملية شخصيا. ها هو السي عايز بودربالة كيما كتشوفوا معنا، السي عايز بودربالة كلشي كيعطيك التحية من شوف تيفي. انا كنحيي جميع، كنحيي جميع، وعاود يعني كنجدد رسالتي لخوتي المواطنين ناخذوا احتياطات اللازمه لانه الظروف شويه صعيبه. وضروري ضروري ضروري كل واحد فينا يخمم في ولادو، في خوتو، في الوالدين ديالو، في العائلات ديالو، في الحي او المدينه اللي كيسكن فيها. هذه كلها لحمايه الوطن ديالنا الحبيب. شكرا لك سي عزيز. كيف ما شفتوا معنا كان معنا تصريح كذلك السي عزيز بودربالة. Thank you.
كما شاهدتم معنا كنا البث المباشر من مدينة بسليمان في إطار أكبر حملة للتعقيم. بحضور عدة فنانين على الصعيد الوطني والصعيد الدولي، منهم سعيد بودربالا اللي متعنا في مكسيكو في كأس العالم كوب دي موند، معنا كذلك سي رشيد الوالي، معنا كذلك سي سعيد موسكير، والقائمة طويلة. صور تلك الكارية كيف ما كتشوفوا معنا كياخذوها الفنانين ديالنا فقط مندوبية الإنعاش الوطني بن سليمان. السيد عام الإقليم بن سليمان كذلك. كما كتشاهدوا معنا متابعينا الان غينطلقوا الاخوان ديال المندوبية الانعاش الوطني بن سليمان كذلك في التعقيم. Thank you.
الان تكون واحد الصوره تذكاريه مع الاخوان ديال المندوبيه المندوبيه الساميه للغابات لمحاربه التصحر. كما كتشاهدوا معنا مع الاخوان ديال المندوبيه الساميه للمياه والغابات لمحاربه التصحر. صورة أخرى تذكارية مع جمعية النور والنقل السائق المهني بن سليمان كيساهموا كذلك في هذه الحملة التنظيف. الآن صورة كذلك مع مندوبي التجهيز والنقل اللوجستيك دابا غتكون واحد الصورة مع مندوبي العامة لإدارة التجهيز والنقل اللوجستيك. Thank you.
رفقة ميور الغابات سيد العام سليمان في كلمة مع سيد ممثل ميور الغابات بن سليمان. والسيد العام كيأكد عليهم باللي خاصهم يشوفوا الغابة مزيان وين طفوا الشريط الغابوي.